أول شيء أنه نحن نواجه يعني كيان إسرائيلي أصبح كيانا فاشيا، واستعمل 3 جرائم حرب كبرى بالتوازي: جريمة الإبادة الجماعية التي أودت بحياة ما لا يقل عن 51,000 شهيد إذا حسبنا 10,000 المفقودون تحت الأنقاض، وأضاف إلى ذلك حوالي 94,000 جريح، على الأقل ربعهم سيستشهد لأنه ما فيش خدمات طبية. ثانيا، استخدموا سلاح العقوبات الجماعية بما في ذلك التجويع والتدمير الهائل للبنيان السكن والجامعات والمدارس حتى المستشفيات، لم يبقوا شيئا لم يدمروه. وثالثا، استخدموا أسلوب التطهير العرقي، يعني حوالي 2,000,000 فلسطيني من 2,300,000 هجروا من بيوتهم ورحلوا من مكان إلى آخر، وبعضهم 6 أو 7 أو 8 مرات، شيء لم يسبق له مثيل في التاريخ البشري الحديث. مثل هذه الدرجة من البطش والتنكيل يعني لم نرى له مثيل، وهذا يؤدي إلى خيبة الأمل الكبرى لدينا كفلسطينيين من المجتمع الدولي. اكتشفنا أن كل ما يتحدث به المجتمع الغربي عن قيم الحرية وحقوق الإنسان والقانون الدولي كله خداع ونفاق عندما يتعلق الأمر بفلسطينيين. وكأننا نواجه ليس فقط الفاشية الإسرائيلية والعدوان الإسرائيلي، نواجه أيضا عنصرية عالمية، وهذه العنصرية تستثني الفلسطينيين كبشر من حقوق الإنسان. وإلا كيف نفسر استمرار دول غربية كبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة بتقديم السلاح لإسرائيل وهي ترتكب الإبادة الجماعية؟ مش ترتكب حرب، ترتكب إبادة جماعية. بعد أن ألقت على غزة 80,000 طن من المتفجرات، أي ما يعادل 4 قنابل نووية من حجم ما ألقي على هيروشيما وناغازاكي، بالموازاة المجتمع الدولي أو ما يسمى بالقوى العظمى الغربية تقوم بتصريحات تقول من خلالها أنها تحاول الضغط، وخاصة واشنطن تحاول الضغط على حكومة بنيامين نتنياهو. هل لهذا أي تأثير؟ لا، طب هي لا تقوم بالضغط، يعني كيف تضغط وهي تعطي إسرائيل في غلال 11 أشهر منذ 7 أكتوبر 21 مليار دولار من الأسلحة والمتفجرات والطائرات وكل ما تريد إسرائيل؟ وأنا أكثر جملة تستفزني عندما نسمع قادة الغرب جميعا يتحدثوا عن حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، ولا مرة يقولوا في نفس الجملة حق الفلسطينيين في الدفاع عن النفس، مع أنه نحن الذين تحت الاحتلال والشعب الذي تحت الاحتلال له حق الدفاع عن النفس. قارن بين موقف الدول الغربية من أوكرانيا، يدعم أوكرانيا بمئات مليار، يعني أظن ما تجاوز 120 مليار دولار من الأسلحة والدعم المالي والاقتصادي والترحيب باللاجئين الأوكرانيين. في ازدواجية في المعايير بخصوص الغرب، لكن أين نحن من موقفكم من الدول العربية؟ نفس الشيء، الدول العربية والإسلامية، مش بس الدول العربية، مقصرة. لا أضع الجميع طبعا في سلة واحدة، في فروقات، ولكن غالبيتها قصرت تقصيرا فظيعا في دعم الشعب الفلسطيني. وأسوأ ما في الأمر استمرار بعض الدول العربية في التطبيع مع إسرائيل. 7 أكتوبر 2023 لما شنت حماس هجومها على إسرائيل، ما الذي خطر في بالكم؟ 7 أكتوبر كان نتيجة وليس سبب. عليك أن تتذكر أنه قبل 7 أكتوبر كانت إسرائيل تبطش بالضفة الغربية وبالقدس وبالمسجد الأقصى، وقتلت مئات من الفلسطينيين في الضفة الغربية. قبل 7 أكتوبر كان 70% من الشعب الفلسطيني ما زال يعاني من التهجير ولاجئين منذ 76 عام، ولم يكن العالم مستعد أن يقول لإسرائيل كلمة واحدة عن حقهم في العودة إلى وطنهم. قبل 7 أكتوبر كان قد مر 57 عام على احتلال الضفة الغربية وغزة والقدس. قبل 7 أكتوبر إسرائيل كانت تفرض على غزة حصار 17 عاما. إحنا
الفلسطينيين جميعا اعتمدوا أسلوب المقاومة الشعبية السلمية، ومن عام 2015 حتى عام 2020 حتى حماس التزمت تماما بالمقاومة الشعبية، وكانت في غزة تجري مسيرات عودة، وكان الرد الإسرائيلي إطلاق الرصاص والقتل وقطع رؤوس أقدام الشباب. لذلك أنا برأيي الاعتقاد بأنه التاريخ بدأ من 7 أكتوبر خطأ. 7 أكتوبر كان محطة انفجرت فيها الأوضاع نتيجة هذا التراكم اللي عمره 76 عام. هل برأيكم اقتربنا من نهاية الحرب بطريقة أو بأخرى؟ لا، لست متأكد. أنا أعتقد أننا الآن في حالة مد وإطالة للصراع الدائر، لأنه على ما يبدو إسرائيل مش بس ترفض أن تخرج من غزة، تريد أن تفرض احتلال كامل لغزة، ونتنياهو يريد أن يعالج الاحتلال باحتلال أكبر. ومش بس هيك، يتحدثوا الآن عن بناء مستوطنات في غزة. هم يستطيعوا أن يقتلوا، يستطيعوا أن يحتلوا، يستطيعوا أن ينكلوا، ولكن لن يستطيعوا أن يقهروا إرادتنا كشعب فلسطيني على تحقيق الحرية. سؤال أخير بخصوص الوضع السياسي الفلسطيني، هل الانقسام بين كل الفصائل الفلسطينية من شأنه أن يعني يسهل هذه الأمور بالنسبة للاحتلال؟ أكبر نقطة ضعف عندنا الانقسام الداخلي، وأكبر نقطة ضعف عدم وجود قيادة وطنية موحدة. ولذلك نحن في المبادرة الوطنية دائما كان جوهر هدفنا وضغطنا منذ 20 عاما أن تتحقق قيادة وطنية موحدة للشعب الفلسطيني، وهذا يعني انضواء الجميع في منظمة التحرير. للأسف السلطة لا تريد ذلك.